السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده النواشف اللي بنشتريها من الافران بالسمسم وحبه البركه والبابريكا. هنعملها النهارده بخامات بسيطه جدا موجوده في البيت، مش هتشتري حاجه من بره، مش هتكلفك حاجه، وزي ما انتم شايفين شكلها اهوت. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي ربع كيلو دقيق، وعندي 125 ملي ميه، عندي معلقه صغيره 5 جرام خميره، ونص معلقة ملح، وطرف المعلقة بيكنج باودر، عندي 50 جرام سمنة، وعندي 10 جرام سكر. طبعا هتلاقوا المقادير موجودة تحت الفيديو بالكوباية وبالجرام زي ما اتعودنا. احط الخميرة والملح والبيكنج باودر مع الدقيق وهقلبهم كويس اهوت، معهم السكر، وبنقلب. موضوع بسيط وسهل خالص، ومش محتاج اي يعني، عشان شغال بالراحة بس الفيديو عمل الوقت ده، والفيديو مش يعني لو انت بتعمليه مش هياخد منك اي حاجة خالص وقت. حطينا المية كلها اهوت لان المية مظبوطة على الدقيق، وهنقلب العجينة لحد ما تشبك في بعضها. بنقلب كويس لحد ما العجينة زي ما قلت تشبك في بعضها. نوع بسيط وسهل، وخامته موجودة في البيت زي ما قلنا، مش مكلفة. شبكت العجينة في بعضها خلاص، هدي لها السمنة بتاعتها، وابدأ ان انا ادخل السمنة في العجينة. اهو زي ما انتم شايفين العجينة تبقى تقيلة في الاول كده، وبعدين تبدأ تشرب السمنة بتاعتها، تفتل وبعدين تلم تاني، تبقى العجينة بتاعتنا مظبوطة. دي المراحل اللي هتعدي بيها ايات في التلات ايات، دي المراحل اللي هتعدي بيها العجينة لحد ما تتظبط. اهي مفتلة لسه اهيت من السمنة، بعجن كويس عشان ادخلها في بعضها، وطلعتها على الرخامة بقى عشان اخدمها اهوت. اهي لسه اهيت، بدعك فيها بكلوة ايدي كويس، والخطوة دي مهمة في اي عجينة انت بتعمليها، الا اذا في انواع معينة بقى بنقول ان هي مش عايزه عجن كتير اهوت. نلعب كويس 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 لحد ما تنعم العجينه، تنعم خالص اهوت، نعمت اهيت ولمت نفسها اهي تمام. هنحطها في البوله ونسيبها تخمر، حجمها يعني يتضاعف، وبعدين هنشوف هنعمل فيها ايه. خمرت العجينه خلاص، هطلعها قدام على الرخامة اهي زي ما انتم شايفين اهوت. عجينة جميلة جدا وبسيطة جدا. عندي شوية سمسم ملهمش ميزان، 3 4 معالق سمسم مش اكتر من كده، احط عليهم معلقة مية صغيرة وهدعكهم في بعض علشان يبقى مبلبل، لان مش هادي بيض احط عليه على طول السميد اللي هعمله يمسك فيه السميد. هبدأ افرد رفيع خالص، هعمل الدايرة المقاس اللي انا عايزه، وليكن المقاس اللي انا عامله ده، وهحطها فوق السمسم المبلول. ودي الطريقة اللي هما بيشتغلوا بيها في الفران وفي كل حتة، محدش بيدهن بيض ويرش عليه سمسم، كله بيشتغل بالشكل ده. ولو اتبقى سمسم 5 دقايق بره بينشف خلاص، بيرجع زي ما كان. بعمله دوايا اهوت، واحطها فوق السمسم المبلول، بيمسك فيه السمسم على طول، ما بحتاجش ان انا ادهن ببيض والحاجات دي اهوت. بعمل الدواير واحط على السمسم بتاعي، عجينة طرية خالص ما تتكيش عليها، هي من نفسها بتفرد اهوت. تعمل الدايرة وتقطعي، واللي قدامك ده ربع كيلو دقيق مش هياخد معاك 3 4 دقايق بالظبط اهو. هشتل من على السمسم، لا هتك عليه ولا هاجي جنبه خالص اهو، هشتل بس وارص في الصاج في الصينيه بتاعتي اهو. موضوع بسيط وسهل خالص، مفيش فيه اي مشكله،
والحاجات دي بتبقى موجودة، بتبقى كويسة في الفطار وفي العشاء وفي كل وقت على فكرة. عندي اهوت هعمل شوية بالبابريكا، بابريكا اللي هو الفلفل الأحمر اللي مش حراق، اهو برضو هعمل الدايرة واحطها واتك عليها تكة صغيرة اهي، واركن جنبي في الصينية بتاعتي. تاني اهو بعمل الفتلة بتاعتي، هقطع واقفل القفلة بتاعتها واحط على البابريكا واشتغل اهي كده، الموضوع خلصان. اهوت واعمل برضو شوية بحبة البركة، برضو نفس الموضوع. خلي بالكم انا ما حطيتش مية غير على السمسم بس، اهو بقطع واحطها اهي تمسك على طول في الحاجة، عجينة طرية وناعمة فعلى طول بتشبك فيها اي حاجة. كده انا خلصت خلاص، على الفرن على طول 180 درجة على الشبكة اللي في الوسط، مش هتاخد وقت كتير في النار، تبص عليه على طول هيستوى تهت السمسم والبابريكا وحبة البركة اهي، هنسيبها تبرد بس ونشوف شكلها ايه، اهو من تحت مستوية كويس وسواها مظبوط، وان شاء الله تعجبكم. حصناها في الطبق بتاعها بالشكل ده، السمسم والبابريكا وحبة البركة بشكل كده على قد ما قدرت يعني. اهوت طعمها جميل على فكرة وشكلها جميل، والسمنة فرق معاها قوي غير الزبدة، يعني السمنة غير الزبدة وغير الزيت خالص، عطيها طعم جميل للسميطة وشكلها حلو زي ما انتم شايفين اهوت اهوت. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.